أهلا بكم في محورنا الثاني. الحديث فيه سيكون حول ما يحدث في فلسطين في القدس وفي الخليل. أرحب بضيفي الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية. مساء الخير دكتور, أهلا بك في نبض البلد. مساء الأنوار, أهلا بكم. دكتور مصطفى, اليوم تساؤلات عديدة تتحدث عن ما يحدث في القدس, ما يحدث في الخليل. السؤال الأبرز اليوم, هل عندنا عجز اليوم عربي في مواجهة ما يحدث من تدنيس للمقدسات في القدس وفي الخليل؟ هل نحن عاجزون؟ ماذا بتنا نملك من أدوات؟ تفضل. أولا, العالم العربي ليس عاجزا, يعني يملك إمكانيات كثيرة لكي تجعله غير عاجز, ولكن عاجز عن الإرادة, بمعنى أنه لا على ما يبدو لا توجد إرادة كافية لمواجهة هذا الخطر الماحق الذي يحيط بفلسطين, وليس فقط فلسطين, بالمسجد الأقصى تحديدا وبالأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في القدس, الذي يجري عملية تهويد لفلسطين بكاملها, الذي يجري عملية تطهير عرقي تتواصل في محاولة لاستكمال ما جرى عام 48, والآن هناك مس بالمسجد الأقصى باعتباره طبعا أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. ومع ذلك لا نسمع في الصدى إلا حديث عن التطبيع ومخططات لمزيد من التطبيع, ودول أقدمت على التطبيع ولا تريد أن تتراجع عنه. أنا لا أدعو العالم العربي إلى إرسال جيوش لمحاربة إسرائيل, أعرف أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك, ولكن أقل ما يمكن أن نطالب به في ظل هذه الحكومة العنصرية الفاشية المجرمة, وفي ظل هذا الإجرام الذي يمارس ضد الفلسطينيين وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية, بالمناسبة هم لم يقتصروا على اقتحام المسجد الأقصى وأداء صلوات تلمودية فيه ومنع الفلسطينيين من الدخول إليه والمسلمين عموما, بل أيضا قاموا بالاعتداء على الكنائس وعلى رجال الدين المسيحيين والبصاق عليهم على مرأى ومسمع من جنود الاحتلال الذين لم يحركوا ساكنا للتصدي لذلك. الذي نطالب به العالم العربي شيء مقدور عليه, وهو على الأقل فرض المقاطعة والعقوبات على هذا الكيان المجرم ووقف كل أشكال التطبيع معه. هذا ما ندعو إليه, وهذا شيء سيردع إسرائيل, بالإضافة إلى العامل الردع الرئيسي الذي يمارسه الشعب الفلسطيني وسيواصل ممارسته, وهو المقاومة على الأرض. لكن دكتور مصطفى اسمح لي, أنت بتقول اليوم نملك أدوات عربيا, والسؤال حتى في العالم هناك صمت. يبدو أن هذه الحكومة بكل ما تحدثت فيه من فاشية لا تعاني ذاك الضغط الذي تعانيه كانت حكومات سابقة على أقل تقدير, عندما يتم التعامل مع هذه الأماكن المقدسة بهذه الطريقة, عندما يتم التعامل مع الفلسطينيين بهذه الطريقة. العالم يعاني من انفصام شخصية في الواقع. على الصعيد الشعبي هناك تحول عارم لتأييد الفلسطينيين, وهذا ما نلمسه في وسائل بحث علمية واستطلاعات علمية معروفة, ونلمسه في علاقاتنا مع حركات التضامن ومع التصاعد الكبير على الصعيد الشعبي وعلى صعيد الشباب والطلاب في حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل. ولكن على مستوى الحكومات الذي نراه أكبر نفاق ربما في التاريخ البشري وأكبر ازدواجية في المعايير, يكرر الغرب استخدامها عندما نقارن بين موقفهم مما يجري في أوكرانيا وحشد الجيوش والأسلحة وأكثر من 170 مليار دولار لدعم أوكرانيا بحجة أنها تتصدى الاحتلال. أما الاحتلال الإسرائيلي الذي أصبح الأطول في التاريخ البشري الحديث فسيجري السكوت عنه بالكامل, بل بالعكس أكثر من ذلك, عندما تقوم الولايات المتحدة وإدارة بايدن بالضغط على المملكة العربية السعودية للتطبيع مع إسرائيل وبمواصلة نهج ترامب, هي تعرف تماما أن الهدف من كل ذلك هو تهميش القضية الفلسطينية وتصفيتها ووضعها على الرف, وهذا ما يعلن نتنياهو ليل نهار ولا يخفيه, ويجري ذلك على مرأى ومسمع من العالم الصامت على الاستيطان. سأعطيك مثلا آخر على مدى التخاذل أمام الاعتداءات الإسرائيلية على القانون الدولي. في الأيام الأخيرة منعت إسرائيل 3 وزراء خارجية أوروبيين من النرويج وإيرلندا وبريطانيا من دخول ما يسمى بمناطق جيم, أي 62% من الضفة الغربية, طلبوا أن يذهبوا لزيارتها ولم تسمح لهم إسرائيل بذلك.
وهي أراضي محتلة. تقوم إسرائيل بهدم مدارس بنيت بأموال من الاتحاد الأوروبي، ولا يفتح الاتحاد الأوروبي فمه بكلمة، ولا يتخذ أي إجراء عقابي ضد إسرائيل. الذي نواجهه حرب خطيرة، الذي نواجهه عملية تهويد وضم، وأنا أقول لك بكل صراحة الذي يقف اليوم في وجه كل هذا الإجرام الجاري هو الشعب الفلسطيني بكل طاقاته وبكل ما لديه من إمكانيات. وطبعا كانت إمكانياتنا ستكون مضاعفة عشرات المرات لو أمكن، وهذا ما نطالب به أيضا، تنحية كل الخلافات الداخلية الفلسطينية والتوحد على استراتيجية وطنية كفاحية مقاومة. نحن بغض النظر عن التراخي سواء على الصعيد العربي أو الدولي، لن ننكس أعلام نضالنا ولا كفاحنا ولا مقاومتنا، وسنستمر في أداء دورنا ليس فقط دفاعا عن مستقبل الشعب الفلسطيني وعن المسجد الأقصى، بل أنا أقول بكل وضوح وصراحة دفاعا عن شرف الأمة العربية والإسلامية جمعا. طب كيف تقرأ قادم الأيام دكتور مصطفى اليوم؟ هل سنواصل هذا أنا المشهد؟ أنا برأيي إسرائيل تجر المنطقة إلى انفجار كامل. هناك أجيال كاملة فلسطينية لا يمكن أن تتعايش مع هذا الذي تقوم به إسرائيل، ولكن نحن ندعو الإخوة العرب إلى إعادة النظر في كل ما جرى سابقا، وندعوهم إلى إدراك أن أهداف إسرائيل، وهي لا تخفي ذلك أيضا، ليس فقط فلسطين، هدفهم ليس فقط ضم وتهويد فلسطين والاستيلاء عليها بالكامل، هدفهم وأطماعهم أكبر من ذلك بكثير. أطماعهم هي بالسيطرة الاقتصادية والعسكرية والاستخباراتية والمالية على المحيط العربي بكامله، وهذا ما نأمل أن يتيقظ له الإخوة جميعا. لكن نحن نسير في اتجاه انفجار بدون شك، لأن الإجراءات الإسرائيلية الجارية وعمليات القمع والتنكيل والضائقة التي وضعوا فيها الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تمر دون أن يكون هناك رد فعل جارف وعميق وواسع. رد فعل يتمثل بماذا دكتور مصطفى؟ اسمح لي برأيك. يتمثل بالمقاومة وبتصعيد المقاومة على الأرض، وبرأيي أنا إذا استمرت الإجراءات الإسرائيلية على الشكل الحالي واستمر الصمت الدولي على ما تقوم به من جرائم، فهذا قد يؤدي إلى مواجهة متعددة الجبهات وليس فقط في فلسطين. ماذا تقصد بمواجهة متعددة الجبهات؟ اسمح لي. أنا أقصد أنها إسرائيل ستجد نفسها في صدام ليس فقط مع المقاومين في الضفة الغربية ومع الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية، بل أيضا مع قطاع غزة وربما مع لبنان ومع سوريا ومع المحيط بأسره. الوضع يسير نحو انفجار، وإسرائيل أمعنت في جرائمها ولديها أكثر حكومة فاشية في تاريخها، ومع ذلك لا نرى ردود فعل متلائمة أو متناسبة مع هذا الذي يجري. دعني أوضح نقطة ربما يريد أو يجب أن يعرفها الإخوة المستمعون والمستمعات، وهو حجم التطرف الذي قاموا به في هذه الأيام في المسجد الأقصى. الأمر لم يقتصر هذه المرة على السماح للمستعمرين بالدخول، بل أيضا السماح لهم بأداء طقوس تلمودية ومنع الفلسطينيين المسلمين حتى من سكان القدس من الدخول إلى المسجد الأقصى، وإجبار أصحاب المحلات على إغلاقها، ومنع الفلسطينيين من الخروج من منازلهم في البلدة القديمة. هذا الذي يجري خطير وغير مسبوق، ومن الواضح أن هدفه تكريس تقسيم زماني ومكاني في المسجد الأقصى واعتباره مكانا يهوديا كما هو مكان إسلامي. نعم، أشكرك كل الشكر دكتور مصطفى البغوثي، كنت مباشرة معنا من رام الله، تحدثت عما يدور في فلسطين اليوم من أمور خطيرة تجر المنطقة لمرحلة أخطر بحسب رأيك وتصريحك. أشكرك كل الشكر دكتور مصطفى.